أسئلة العضو شعيب شباب المويزري أرقام 29 30 31. تسعة وعشرين. سؤال العضو شعيب شباب المويزري للسيد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء لتزويده بقيمة الميزانيات التي تم تخصيصها للأمانة العامة لمجلس الوزراء والجهات الأخرى التابعة للوزير من 2012 حتى 2017 والجواب عليه. شكرا. أجوبة الأخوة الوزراء كل جواب مشابه للآخر، السؤال غير دستوري، وبعض أجوبة بعض الأخوة الوزراء الآخرين أجوبة غير صحيحة، وهذا أمر يناقض تماما حقوق النائب في السؤال وتلقي الجواب. وإن شاء الله بعد انتهاء مهلة 30 يوم اللي منحتها الحكومة راح يكون الرد المناسب على كل وزير يحاول يتجاوز حقوقنا في السؤال والحصول على الجواب اللازم لهذه الأسئلة، وراح يكون الرد المناسب لجميع الوزراء اللي أخذوها سياسة عامة بدءا من أصغر وزير إلى آخر وزير سواء سنا أو مرتبة. إن شاء الله راح يكون الرد على الاستهتار في الإجابة على الأخوة الأعضاء وعلى أسئلتهم راح يكون الرد المناسب اللي يعلمهم الحجم الحقيقي لأهمية الجواب. شكرا لك. شكرا. الآن نرد للوزير المختص. أنا شاكر الأخ الفاضل على ما تقدم به، وإن شاء الله تكون دائما مواقفك الرد الحقيقي على ما يستحق الوطن والمواطن في كل موقف، ليس فقط في قضية ما. قدمت حضرتك سؤال وأرفقت لك الإجابة كما وردت لي من المستشار القانوني للدولة الأخوة في فترة التشريع، وإذا كان لك أي تعقيب على هذا الرد أنا مستعد للاستماع لما لديك والرد عليك. شكرا أخي الرئيس. شكرا. الآن الكلمة للأخ شعيب. أتمنى من الأخ وزير الدولة شؤون مجلس الوزراء يوضح كلامه شنو يقصد بأن أتمنى أن تكون مواقفك دائما. خلي أوضح كلامه الأخ الوزير حتى أرد عليه الرد المناسب. تفضل الأخ الوزير. حينما يتحدث إنسان بعدم وضوح لا يتوقع أن يكون الرد بغير ذلك. حينما يوضح الأخ العضو ما يقصد بما قاله سأوضح ما قلته. شكرا أخ الرئيس. تفضل يا شيخ. تفضل. أنا كلامي واضح. أنا كلامي واضح. ترد عليه بالميكروفون. أنا كلامي واضح. أنا قلت بأن الوزراء الأخوة الوزراء يا يجاوبون بعدم الدستورية أو يجيني جواب خاطئ. أنا ما عندي لمس وهمس. هو قال كلام يتحمل مسؤوليته الآن أمام الشعب الكويتي ويفسر شنو كلامه. أنا كلامي واضح واضح، وإذا هو عند الكلام مو واضح أكرر له مرة ومرتين وثلاث. أجوبة الوزراء يا عدم دستورية يا أجوبة خاطئة، وسيكون ردي عليه في الوقت المناسب. الآن مطلوب منك توضح كلامك، خلك واضح في كلامك حتى أنا أرد عليك الرد المناسب. يلا تفضل. شكرا أخي الرئيس. أنا كذلك أكرر سعادتي بما سمعته من الأخ العضو الفاضل. بالفعل حينما يتقدم سؤال يتم عرضه على جهة قانونية مختصة لكي تبين للوزير التزام السؤال بحدود
تفسير دستوري حينما يرد الرد بأن لا يتفق مع التفسير الدستوري يكون تكون الإجابة مثل ما تم إرفاقها على السؤال المنوه في الكتاب رقم 650 سنة 2016 الوارد فيه سؤال الأخ العضو الفاضل. في بداية حديثه تكلم في بداية حديثه في بند الأسئلة تحدث الأخ العضو الفاضل عن أنه سيكون له موقف واضح عقب فترة زمنية، وأنا حييت هذا الموقف الواضح وأكدت بأن مطلوب منا جميعاً أن نكون واضحين في كل المواقف وفي كل الأزمان ليس في وقت معين. أتمنى أن يكون كلامي واضح، وإذا تبي أوضح سألني وراح أوضح. شكراً أخي الرئيس. لا خلاص تفضل رد تفضل. كلامي قطة ويمشي. لا أنا كلامي واضح. لا مو واضح كلامك. أنا قلت لك الإجابات اللي وصلتني رأيكم أن السؤال غير دستوري، وراح أرد في الوقت المناسب. كلامي واضح، ما في أي غبار عليه ولا في أي شيء مخفي. بس هو قال كلام أتمنى أن يكون في كل المواقف. أبي أعرف. لا 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 وضح كلامك. لا وضح. خل كلامك الرئاسة، خل كلامك الرئاسة. أخ شعيب، أخ شعيب وجه كلامك الرئاسة. أخ شعيب لو سمحت وجه كلامك الرئاسة. أخ شعيب أنت والله. أخ شعيب وجه كلامك الرئاسة لو سمحت. يا غيري وجه كلامك الرئاسة. مو أنت اللي تعلمنا العيب. لا مو وجه كلامك الرئاسة. أقطع الميكروفون، وجه الميكروفون. ألزم حدودك. لو وجه كلامك الرئاسة سعد. أخ شعيب وجه كلامك الرئاسة. أخ الوزير وجه كلام. لا تلتفت له. لا لا تفضل. أحمد اللقطة موجودة، وأتمنى من الإخوان جميعا العودة لها. قلت في مداخلتي الأخيرة علينا جميعاً أن نكون واضحين في كل وقت. لم أوجه اتهام أو غمز أو لمز لأحد، وأكرر علينا جميعاً أن نكون واضحين في كل وقت. إذا كان في شخص يعتقد بأنه هو مستهدف في هذا الكلام فهذا مع احترامي شأنه ليس شأني أنا، وهذا كان الكلام اللي قلته. وأتمنى الرد إلى المضبطة، وأعتذر أني تكلمت أكثر من 200 كلمة مما يستدعي يعني ضربها بعشر. شكرا اخ الرئيس. شكرا شكرا. الان انتقال البند الاخر، البند